استاذ عادل، نبدا مع حضرتك. لاي درجه تتفق مع ما اثير عن العمليات الاخيره من الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في نيالا، وان هناك تقريبا 13 عسكري اماراتي قتلوا هناك؟ المعلومات عن القصف القوات السلاح الجوي السوداني لمدينه نيالا يعني مؤكده، وهي متواتره ومرتبطه بعمليات يعني نزول بعض الطائرات النقل مجهولة المصدر إلى مطار نيالا. يعني تمت عملية تقريبا إنزال طائرتين، واليوم أيضا حديث عن طائرة أخرى للنقل. وفي ظل ما يعني كانت تتحدث عنه الميليشيا عن فتح مطار نيالا للطيران، وحديثة عن إنشاء إدارة لها وحكومة منطلقة من مدينة نيالا، فيبدو مرجحا أنه الدولة أو الأطراف التي تدعم هذه الميليشيا ومن بينها دولة الأمارات العربية إنها قامت بإنزال في مطار نيالا تم استهدافه من قبل سلاح الجو السوداني، وغالبا تم قتل عدد من الجنود الأماراتيين وجرح آخرين في ذلك المطار.